يا آل بيت رسول الله فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم من لم يصل عليكم من لم يصل عليكم لا صلاة له أهل بيت النبي أهل بيت النبي هم الحياة ملؤوها معجزات باهرات فإذا ما ذكروا في محفل فارفعوا أصواتكم للعرش بالصلوات لا عذب الله أمي إنها شربت لا عذب الله أمي حب الوصي وعذتني باللبن وكان لي والد يهوى فصرت من دي وذا أهوى أبا